رح بلش معكن بسرد معلومة كتير صغيرة وعلى السريع كمان. بالثمانينات وتسعينات القرن الفائت، يعني 1980-1990، بالسينما المصرية كان في نجمتين مصريتين بيتنافسوا على شباك التذاكر على الإيرادات، يعني وهن نبيل عبيد ونادية الجندي، طبعا إلى جانب الزعيم عادل إمام. نادية الجندي كانت تطرح عمل بكل موسم. الموسم بالسينما المصرية يعني يا موسم عيد الأضحى أو موسم عيد الفطر، وقبل ما تطرح فيلمها بتبلش الحملات ضدها، قبل ما تصوره حتى، قبل ما يدخل مرحلة المونتاج، قبل ما تنقي الممثلين. مجرد ما عرفوا انه قريت سيناريو وافقت عليه كانوا يبلشوا يحاولوا يحطموا فيها، يشوهوا اسمها، يشوهوا سمعتها، يفبركوا قصص عنها، يحاولوا يوحوا للرأي العام انها عم بتسيء للأخلاقيات العامة، انها عم تختلق مشاكل غير موجودة اصلا بالمجتمع المصري عبر اعمالها. وكانت تستمر وكانت تكافح وكانت تصبر وكانت تتفوق وتجيب أعلى نسبة من الإيرادات. هيدا كان ردها. واللي صار مع نادية امبارح عم بصير اليوم مع نادين نسيب نجام، الممثلة اللبنانية الرائعة اللي صارت اليوم حسب يعني مؤشر الأرقام الأكثر نجاحا انتشارا والأعلى أجرا، يعني إقليميا إذا بدنا نحكي بين ممثلات لبنان وسوريا. بمصر يمكن في كم ممثلة مصرية من أصحاب أو صاحبات الصف الأول ممكن يجيبوا رقم قد أو أكتر شوي. طبعا هون بدنا نقول إنه مع فارق الاسمين بين نادين وبين نبيلة وبين نادية كمان، يعني طبعا اسم نادية الجندي عم نحكي قامة فنية كبيرة ما بنقبل نحن نقارنها بأحد، بس أنا ذكرت القصة على سبيل التشبيه أو المقارنة. اللي تعرضت له نادية عم تتعرض له نادين. نادين قبل ما تبلش تفوت الموسم الرمضاني، قبل ما تخلص تصوير مسلسلة، قبل ما يعرض مسلسلة، ببلشوا يستهدفوها، ببلشوا يحاولوا يشوهوا اسمها، يشوشوا على نجاحاتها ومتابعة الناس لإلها. حقيقة ما في شيء بالمصادفة بيصير، يعني لما نفكر انه ليه كل الهجوم اللي عم بيصير على نادين عم بيصير بهيدي الفترة، يعني قبل رمضان بشهرين، قبل رمضان ب3 أشهر، ليه هيدا الهجوم كله صار بهيدا الشهر؟ ليه ما صار من كم شهر لورا؟ عم نحكي عن باميلا الكيك اللي طلعت قالت انه هي ملكة جمال جميلة لكن ما بتمتلك اداء الممثلات الكبار. نظلي الرواس الممثلة السورية اللي طلعت أمس وقالت إنه نادين إنه فضل بنجاحها لجماعتنا، هي أصلا الممثل السوري اللي بيوقف أمام نادين، يعني وكأنه المنتج مش لبناني، يعني وهو أصلا يعني عمود أي عمل، عمود أي فيلم أو عمود أي مسلسل. وكمان فبركت قصة إن هي عم تحاول تقلل من شأن كريس بشار. كل هالقصص صاروا بشهر واحد، بشهر واحد كل هالقصص صاروا على نادين. بس نادين معودتنا، يعني لموسم رمضان جديد نحن متأكدين بمسلسلة اللي عم تصوره حاليا 2020 مع الرائع قصي خولي، مع ضيف الشرف المميز رامي عياش، مع ماريتا الحلاني ابنة فارس الغناء العربي. رح يكون مسلسل مميز، ولما شافوا كوكبة هالأسماء، لما شافوا هالمجموعة طبعا بدهم يحاولوا يستهدفوا، طبعا بدهم يحاولوا يفشلوها، لأنه جاي بقوة، لأنه قاعدة على العرش وبدها تستمر على العرش. نحن عم نحكي نادين إلى 5 6 سنين عم تتصدر نسب المشاهدة، والعام الماضي ب5.5 فاتت على مصر مع أنه العمل مش مصري، واحتل عملها المركز الخامس بنسب المشاهدة عند المصريين. طيب نادين بتكمل وبتتفوق، لكن اللي عم بيهاجموا نادين ليه مصرين تهاجموها؟ أولا الممثل هل يحق له، هل يحق لأي ممثل أن يقيم ممثل آخر؟ هل يحق لأي ابن مهنة بنفس المهنة أنه يقيم ابن مهنة آخر كمان بنفس المهنة؟ يعني هل يحق لي كصحافي أني يقيم صحافي آخر؟ هل يحق للمغني أن يقيم مغني آخر؟ اللي بده يقيم الممثل بده يكون ناقد فني كبير، بده يكون متخصص أكاديمي، مثل ما قالت سلافة معمار. نسينا سلافة كمان حكيت على نادين بس من كم سنة لورا، يعني بده يكون ما بيمثل، او بدها تكون ممثل كبيرة لها باع طويل، يعني لها 30 40 سنة عندها ارشيف، يعني ممثلة من النظرة الواحدة بتقدر تعمل لك تحليل كامل للعمل. مش شخص اذا سألته المشهد
كتحليل فني ما بيعرف، يعني نضلي أو باميلا إذا ما في مخرج شاطر بيوجه، أو الممثلتين ما بدهم يفوتوا بالحيطان حتى لو كانوا مبدعين. هيدي حقيقة دائما، خصوصا بالزمن اللي نحن عم نعيشه، المخرج له الدور الأهم بتوجيه الممثل، مع أنه نحن يمكن ما عنا مخرجين كتير بالشرق العربي بيعرفوا يوجهوا ممثل. بس عم بعطي فكرة بسيطة أنه الممثل خصوصا إذا كان بنفس الفئة العمرية، إذا كان بذات الخبرة، هون عم نعطي كريدت لنظلي، لأنه نظلي مش بمستوى نادين نجام، بس رح نقول أنت بعمرها وبمستوى نجاحاتها وبمستوى انتشارها، ما بحق لك تقيمي زميلة على ذات المستوى. وباميلا ذات الشيء، وسلافة معمار ذات الشيء، التقييم بيرجع للأشخاص اللي عندهم خبرات، الأشخاص المتخصصين. هيدي أولا. ثانيا، لما أنا بدي أقيم نادين نجام وبدي أقول إن هي ما بتعرف تمثل وإنه هي ملكة جمال، بدي أكون عارف كتير منيح إنه برا بهوليوود وبأوروبا من يعني متطلبات النجمة البطلة إنها تكون جميلة. يعني لاحظوا معي، أهم النجمات بهوليوود، أهم النجمات بأوروبا، حتى بتركيا لازم تكون حلوة. سونغول أودان اللي كانت لعبت بطولة مسلسل نور مع مهند المسلسل الشهير، لأنها ممثلة غير جميلة مع أنه هي ممثلة مجتهدة، ما رجعت أخذت أدوار بطولة، ما لمعت، ما لمعت مثل نسلهان أتاغال، ما لمعت مثل بيرين سات، ما لمعت مثل هزال كايا، لأنه هاو إلى جانب الأداء كانوا عندهم جاذبية أمام الكاميرا. ومش حتكونوا أفهم من المنتجين اللي بيعرفوا متطلبات السوق شو، يعني لو نادين ما عندها قبول جماهيري، لو نادين ما حدا بتابعها، ما بيرجعوا بجيبوها وما بيحاولوا يخصصوا عمل لإلها وما بيدفعوا لها الأجر العالي، وما بتحظى مسلسلاتها بهالقدر العالي من الإعلانات لما تعرض برمضان. يعني نحن دائما بنحاول نبرر وبنحاول دائما نشرح ليه عم تحكوا هيك عن نادين، لأنه بتطلع مبرراتكم كتير سخيفة، مجرد مبنية على أحكام مسبقة، على عواطف، على أحقاد عنصرية. بس تعال نقيم أداء نادين نجام، نلاقيها تطورت كتير، منلاقيها صار عندها أدوات الممثلة المجتهدة، إضافة إلى أنها إنسانة جميلة جدا. وهيدا ما بيعارض هيك، هيدا يعني الجمال لا يعارض الموهبة، والاثنين موجودين عندها. كرمال هيك نادين مستمرة ورح تضل متفوقة. لكن أنتو أيها العنصريون، الأشخاص اللي دائما ضد نادين، يعني إذا قالت مرحبا بتشتموها، هاو الأشخاص اللي عندهم مشاكل مع ذاتهم، اللي عندهم عقدة النجاح، إن كان ممثل، إن كان صحافي، إن كان متابع، في أسألك أنت شو عملت بالوقت اللي عم تهاجم فيه حدا كتير ناجح مثل نادين؟ نظلي الرواس اللي نحن ما بنعرفك بلبنان كاسم، واللي قالوا لنا انه شوفوا هيدا المشهد ببنات العائله، شوفوا كيف لعبت حلو، انه مشهد عادي شفناه، وفي كتير ممثلات بسوريا بيلعبوا احلى، يعني كاريس بشار بتلعب احلى، سلافة وخرج بتلعب احلى، امل عرفة، شكرا مرتجى، سوزان نجم الدين، كلهم بيلعبوا احلى وكلهم محترمات، ما بيقللوا من شأن احد، كلهم صادقات. يعني حقيقة منن حسادات وغيرات، ما رح احكي عنك نضلي اكيد، يعني يمكن انت انفهمتي غلط او حاولت توصلي الرسالة غلط او حبيت انهم يتداولوا اسمك شوي. طيب ببنات العائلة عم تحكوني بعيد المشهد، بنات العائلة كان في على ما اعتقد كندا علوش، كان في نسرين طافش، يعني هاو كملوا وابدعوا وصاروا من الكبار، كندا من اهم الممثلات بمصر اليوم، ونسرين طافش رغم مشاكلها وعقداتها وخلافاتها والمشاكل والشائعات اللي بتطلع عنها، لكن ممثلة مجتهدة ومعروفة جدا. انت نضلي شو عملتي؟ ليه ما حاولت تجتهدي على حالك وتنجحي وتثابري وتاخدي الفرصة؟ اذا ما في منتج يعطيك فرصة انك تكوني بمكان نادين نجام، هيدا مش ذنب نادين نجام، هيدا ذنبك وذنب المنتج، او مش ذنب المنتج، هيدي رؤية المنتج اللي ما شاف فيك المعايير المطلوبة لتكوني بطلة اولى. انت طول عمرك بطلة تانية او بطلة تالتة على ما اعتقد، يعني حتى الاعمال اللي بقولونا شوفوا نضلي كيف بتلعب فيها، مش اعمال بطولة مطلقة، يعني بتلعبي بطولة تانية وتالتة، ما رح نقول كومبارس. فكرمال هيك يا نضلي ويا باميلا ويا الكل، يعني الهجوم على نادين ما بيخليكم تكونوا ناجحين. يعني نيلي كريم لما تكون الاولى بمصر ما بتقول والله هات لهاجم نادين نجام لاخذ المرتبه الاولى عربيا،
هي الأولى بمصر، قدرت تكون الأولى بمصر، مثل ما ياسمين صبري قدرت برمضان تكون الأولى بمصر، مثل ما منى شلبي من المبدعات بمصر، غادة عبد الرازق وغيرهم، مثل ما كاريس بشار مثلا بسوريا بتشتغل بصمت، يعني بتبدع وبتتألق لكن بدون ما تهاجم أحد. اشتغلوا على حالكم وباركوا للناجح، وصدقوني لما تباركوا للناجح بتاخدوا من طاقته ويمكن تنجحوا كمان. خلي عينك على الجرس.